مرحبا، معكم كارمن شماس. اليوم بدي احكي عن الاربعاء 16 اكتوبر تشرين الاول. اليوم القمر بعده معنا من برج الثور الترابي، وبعد الاجواء حلوة ولطيفة للابراج الترابية وبعض مواليد الابراج حتى المائية، يمكن باستثناء مواليد برج العقرب لانه القمر من برج الثور عم بيعاكسهم. الاجواء كيف بدها تكون لكل الابراج اليوم؟ ويلي اليوم بصراحة يلي اليوم بيلاقي انه نهاره جيد يستفيد من هالنهار، لانه بكرة الجو الفلكي الاحوال الفلكية رح بتكون مختلفة كليا. البداية مع برج الحمل، مولود برج الحمل، الامور عندك ما رح تتوقف، ما في سبب لحتى يوقف عندك الشغل او التقدم، بالعكس في مجال لحتى الامور عند مولود برج الحمل تكون ماشي بطريقة وتكون امورك ميسرة. كل شيء مطلوب من مواليد برج الحمل انه يعرف يتعامل مع الناس يلي معقول يحاولوا ياخذوا منه معلومات، ياخذوا منه طاقة، يسلبوا منه بعض الأمور يلي هو منه موافق عليها. الأكثر حظا 10-11 و12 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور يلي القمر ببرشه، مولود برج الثور، هنالك كثير من الإشارات يلي بتقول إنه مولود برج الثور الأجواء عنده اليوم فيها تكون مؤشر أو دليل على تغيير مقبل، أو أنت عندك هالتغيير حالياً بهيدي الفترة. يمكن منتبه، يمكن منك مشتلق، يمكن منك عارف، لكن هلأ أنت موجود بفترة زمنية جيدة وحلوة وتبشر بتغييرات أنت بتقدر تستفيد منها للماكسيموم وللآخر. الأجواء إذن عند مواليد برج الثور مهمة، في تقدم وفي احتمال انه يكون في خبر لمسألة مهنية او لتقدم بمسألة صحية. الاكثر حظا فيها تكون مواليد 10-19 ايار مايو، وبدي خصص مواليد 4-5-6-11-12 ايار مايو بظروف فلكية وحظوظ حلوة. بنتقل لبرج الجوزاء يلي حظه اليوم وكأنه في حالة توقف، توقف يعني استوقاف، فينا نقول انتظار مرحلة يلي هي مهمة لمراجعة الذات، العودة للذات، أخذ الوقت، ما في لزوم لحتى يكون في استعجال للأمور، بالعكس بيكون كتير منيح إذا اليوم مولود برج الجوزاء أخذ وقته وطول وما عجل أو استعجل الناس أو استعجل حاله. الأجواء عند مولود برج الجوزاء بطيئة، معقولة تزعلك شوي، بتحوص، عندك رغبة انه تتحرك لكن مش عم بيسعفك الوقت والحظ، وبالتالي في احتمال انه يكون في تأخير ونوع من خيبة امل. كونوا حذرين اليوم بشكل خاص مواليد العشرية الثالثة، مواليد 10-19 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان، اليوم نهاره حلو، مولود برج السرطان نسبيا هنالك نوع من تغيير لطيف، هنالك من في مجال لحتى يكون في حتى ما رح أقول دعم، لكن وكأنه فجأة في معطيات بتتغير وبيلاقي حاله مولود برج السرطان في موقع أفضل، إن كان للمساومة، إن كان للاستشارة، إن كان للتعاون، إن كان ليتقدم ليطلب خدمة أو ليساعد حدا. وبقول له لمولود برج السرطان اليوم أفضل من بكرة بكتير، مش بس بشوي. بتبقى المواليد الأكثر حظا مواليد 1-2-3 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد يلي اليوم نهاره مولود برج الأسد كله فوق بعضه، بيشعر مولود برج الأسد انه عم بيركض ركض مش عم بيلحق، وكأنه هنالك في ضرورة لبعض مواليد برج الأسد انه يستعجلوا، وكأنهم في مهمة، وكأنهم لازم يركضوا ويخلصوا ويخلصوا أشغالهم، وكأنه في شغلة وحدة ضرورة ضرورية ومهمة وعم بينشغل عليها. الأجواء اليوم عند مواليد برج الأسد معقول تحملك إلى موقع أفضل، كلمة منك ذكية بمحلها، من المستحسن تكون محضر حالك، محضر شغلك، محضر للمقابلة، رح بتشوف انه اليوم نهار بيوصلك الى القمة. كلكم محظوظين بشكل خاص. اذا بدي اذكر منكم مواليد 13-14-15 اغسطس. بكمل مع برج العذراء. بالنسبة لمواليد برج العذراء بقول له انه اليوم مولود برج العذراء في لفتة جيدة تجاهك،
تجاه شغلك، تجاه عملك، تجاه الفعالية اللي أنت بتقدمها. هنالك عند مولود برج العذراء ضرورة ليكون في تغيير نهج إذا بدك أو أسلوب، فقط لحتى أنت تكون راضي عن مسيرة جديدة أو عن تغيير أنت بالطريقة الأسلوب اللي عم تشتغل فيه. وجود القمر ببرج الثور هو أمر إيجابي، بيفتح مجال عند مواليد برج العذراء يكونوا متقدمين، سباقين، ناجحين، متفوقين حتى. هنالك نجاح وهنالك أخبار سارة، إلا ما تكون بين امبارح وأول امبارح حصلت على خبر سار وبعد فيه اليوم أيضا. هنالك تطلعات كتير حلوة، ضروري مولود برج العذراء يأمن بحاله ويتقدم، الأجواء ممتازة. كلكم اليوم محظوظين بشكل خاص. برجع بكرر 28 29 آب أغسطس 7 8 9 13 و14 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان هلا يمكن تلاقي انه بكره افضل بكثير من اليوم، لكن ما معناتها اليوم انه ما بتعمل شيء، بتهمل امورك او بتتاخر فيها. فحاول مولود برج الميزان اليوم اول شيء بيكون كثير منيح اذا انت نظمت الوقت، نظمت الاجنده. شوفي عندك اليوم في امور رح تفتح بوجهك، لكن ضروره اليوم يكون في عندك تصحيح لمساله معينه لازم يشتغل عليها. اذا انت بدك تاجلها يمكن المستحسن انه اذا بدك تتركها لبكره ماشي الحال، لكن ضروره في بعض التفاصيل ينشغل عليها، تترتب، تنحل، تتسوى، توصل الى نتيجه. يمكن تضطر انت تروح مسافه او من خلال اتصال وتواصل مع بعض الاشخاص. الامور في حلول لها ورح بتكون كتير ناجح ورح بتكون الأمور على ذوقك. لكن إذا كنت من مواليد 1 2 3 و4 أكتوبر كونوا حذرين جدا من السرعة، من المشاكل. كوكب المريخ عندكم قد يحمل المشاكل والمتاعب. بنتقل لبرج العقرب اليوم. مولود برج العقرب مثل امبارح من الأيام الأقل حظا، من الأيام الأسوأ، من الأيام المزعجة الثقيلة يلي بتخيب الأمل، يلي بتخليكم تكونوا متضايقين، مزعوجين، بتتراجع عنكم الحماسة. في احتمال حتى عند مولود برج العقرب يدخل بنقاش بخلاف وبمشكل، تطلعوا منه انتو يا اما خسرانين يا اما فعلا منهوكي القوى. الاجواء اليوم تدعيكم الى توخي الحذر والابتعاد عن المشاكل كليا لحتى ما تطلعوا انتو الخاسرين. مثل امبارح اليوم هو من الايام الاقل حظا بشهر اكتوبر. جميع مواليد برج العقرب مطلوب منهم الانتباه. بنتقل لبرج القوس اليوم. مولود برج القوس اليوم نهارك طويل جدا، لكن في احتمال انه يكون في غربله لبعض الامور وتقدم وتحسن، واحتمال يكون في بعض المناوشات الجيدة. التقصير يمكن بيكون مش لصالحك، بمعنى انه تقصير، مش عم بحكي عن تأخير. التقصير ممنوع، لانه لقلك ليش، لانه بكره وبعد بكره رح بيكون في محاسبه شوي قاسي صارمه تجاهك، بدك تكون حذر. الشغل اللي عندك اليوم اشتغل عليه، خاصه اذا هو اولويه وبتعرف انه التاجيل ما بيسوى تاجل، لانه ناطرين منك اداء معين. فاليوم مولود برج القوس، اسال حدا، استشير، ما تستحي، خلص شغلك وجرب ما تاجل اتصال كثير مهم لبكره. 12 13 و14 ديسمبر بعده الأكثر حظا. كمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي نهارك لطيف، نهارك حلو، نهارك بيسيرك كتير، نهارك بحبك، بيتودد لإلك، وبالتالي يجذب لإلك بعض المناسبات والظروف واللقاءات الحلوة. اليوم مولود برج الجدي نهاره لإله، لإلك، بيساعدك. الحظ نوعيته جيدة وحلوة، وحتى يمكن يحملك إلى فترة قمة من القمم، وبتكون ناجح جدا جدا جدا. استفيد من هيدا النهار، تابع الأبراج الأسبوعية لتعرف بقية الأسبوع كيف بده يكون. في كتير من المواليد عندها حظوظ، بشكل خاص مواليد 27 28 و29 ديسمبر بسبب تأثيرات كوكب أورانيوس. بالنسبة لبرج الدلو، مولود برج الدلو بسهولة، مولود برج الدلو قادر انه يغرق حاله بفنجان قهوة، فقط لانه هو زعل او فسر الامور بطريقة غلط ومنه مقتنع بطريقة او الاسلوب اللي الناس اللي بتعرفهم عم بيشتغلوا فيه، سواء كانوا اولادك، سواء كانوا العائلة، الاصحاب، الناس من حولك الكتير مقربين منك. هنالك بعض
الحركة والشغل على صعيد، يمكن على صعيد مهني، لكن كثير من الأمور تتداخل اليوم، تتقاطع الأولويات مع أمور شخصية، فكون منتبه لهذه النقطة لحتى نهارك يطلع ممتاز، لأنه في احتمال جدا أنه يكون نهارك إيجابي. الأكثر حظا هي مواليد 13، 14 و15 شباط فبراير. نكمل مع مواليد برج الحوت. بالنسبة لك مولود برج الحوت، اليوم نهار مع وجود القمر ببرج الثور مثل امبارح بيطلع منك كل هالقدرة الخلاقة عندك. كلنا بنعرف انه من اهم صفات مواليد برج الحوت نوع الذوق اللي عندك، القدره على الكرياتيفيتي، على الخلق، على الافكار الحلوه، على الفن، على الذوق، تذوق الامور، على الرقه اللي عندك اياها، على المحبه اللي عندك اياها، حب المساعده الانسانيه، العواطف الجيشه اللي عنده اياها. اليوم نهار بيطلع منك بعض هالأمور، ومش بس هيك بيساعدك لحتى تعبر عنها. فهيدي بعتبر أنا اليوم نقطة إيجابية لمواليد برج الحوت لازم تستفيدوا منها. الطلاب بالمدرسة، كتاباتهم، أبحاثهم، تواصلهم مع الناس، الأشخاص اللي بيشتغلوا، الأشخاص اللي بالبيت، في اليوم نهار كتير حلو للتواصل مع الآخرين، ونهارك بيكون مهم جدا وبيضوي على صفاتك الإيجابية. فإذا في عندك شخص حابب توصل له، حابب أنك تتواصل مع أولادك، حابب تصلح العلاقات، اليوم نهار مناسب جدا لذلك. كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد 8 9 و10 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم، وما بتفرق أي سنة خلقانين، المهم يكونوا خلقانين بهيدا التاريخ 16 أكتوبر. بقول لهم أنه بانتظارهم سنة فيها تكون سنة لامعة، فيها تكون سنة جيدة جدا، فيها تكون سنة بتلتهوا فيها، فيها تكون سنة بتكونوا بنائين فيها وفعالين، من السنين الجيدة والحلوة يلي ما في شيء أي سبب لحتى يوقف بدرب وصولكم إلى القمة، لكن ضرورة يكون في متابعة مع أشخاص بيعرفوا بيفهموا بالشغلة اللي أنتوا حاطينها قدامكم. فما تقولوا أنه أنا بعرف أو أنتوا أهل بتعرفوا عن أولادكم، استشيروا لحتى تكونوا على الطريق الصحيح. عفوا. وبعتبر أفضل الأشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، شباط فبراير وحزيران يونيو. بأتمنى للجميع نهار كتير حلو، على أمل اللقاء مع الأبراج بكرة، ورجاء متابعة الأبراج الأسبوعية ومشاركة الفيديو أيضا مع الآخرين. شكرا لكم، باي باي.